رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها مساء الخير حبايب قلبي. وخلصنا البالمي، طلع لذيذ مرة حلو ومقرمش. خلوني أوريكم واحدة، تسمعوا القرمشة كيف، والطعم رائع رائع. خلوني أوريكم من جد بالمي ما حتفرقي عن البالمي اللي كنت تشتريه زمان، فهو ذكريات فعلا. الباب قال الله بالمي ذكريات. خليني أوريكم هذه كمان، شوفوا خيال خيال خيال. كم قعدت بالفرن؟ قعدت بالفرن بالضبط 45 دقيقة، فأخذت تقريبا 20 دقيقة من تحت، والباقي تحمير على الرف العلوي على نار هادية عشان تأخذ قرمشتها. ما رح تتقرمش معاك إلا لو تركتيها فترة طويلة بالفرن وشغلي المروحة. إذا ما عندك مروحة عادي، بس صراحة عجبتني أحلى من حق السوق الصراحة. ما أعرف يعني، أحس طلعت خيالية. في لقطة أنا ما صورت لكم إياها البنات، إنه قبل لا أدخلها الفرن أخذت السكر ورشيت الوجه كده سكر على كل قطعة عشان تتقرمش. تمام، ترى مقرمشة وتدوب بالفم كده، تاكليها على طول كده تتأكل. السكر اللي من فوق أعطاها قرمشة زيادة، شايفين؟ رهيبة رهيبة. والكراميل ده اللي تحت يقرش يقرش. لا 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 برافو.
كثير مننا يعرف ده البسكوت ويشتري جاهز. جربي تعمليه بنفسك بالبيت وذوقي اللذاذة. أحتاج قطعتين من البوف باستري، أحطهم كده جنب بعض وألصقها، أقلبها على الجهة الثانية وألصقها كويس عشان لما تروح الفرن ما تنفك معي. حطيت السكر وضغطته جوه كده عشان يمسك في البسكوت وما يخرج. فلفيتها من الجهة دي ومن الجهة دي إلى النص، وبدأت أقطعها. تقريبا كل واحدة كانت سنتي سنتي ونص زي كده. بعدين رجعت فردتها بيدي، بعدين حطيتها في الصينية. قبل تروح على الفرن رشيت عليها سكر عشان تعطيني قرمشة وحلوة أكتر. راحت على الفرن حرارته 200 درجة مدة 45 دقيقة. قدمتها بكل لذاذة، مقرمشة رهيبة، وما راح توقفي تاكلي منها. وبالعافية.